جريمة نص الليل، ابن العم راح بيت عمه وارتكب مذبحة، قتل ابن عمه وأصاب عمه وابن عمه الآخر. أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعين موقع الحادثة في كل مكان. احنا النهاردة معاكم في لايف جديد من داخل محافظة سوهاج، وهنتكلم معاكم عن تفاصيل مذبحة حرفيا وبمعنى الكلمة. احنا النهاردة معانا خلافات بين عاطل وعبو. الخلافات دي استمرت لفترة طويلة، وكانت شبه النهاية بتاعتها انه العم رفع قضية على ابن اخوه بسبب الخلافات المتكررة بينهم. ابن الاخ ما عجبوش التصرف اللي عمله عمه وان هو يرفع عليه قضية، فكان بيطالبه بشكل مستمر ان هو يتنازل عن القضية دي، ولكن العم كان بيرفض. فقرر ان هو يروح بيت عمه في نص الليل ويرتكب جريمة بمعنى الكلمة. جهز سلاح خرطوش كان معاه واقتحم بيت عمه بالليل. اول حاجة تعدى على عمه وابن عمه الصغير بالضرب باستخدام خشبة او قطعة خشبية، بالاضافة الى السلاح الخرطوش اللي كان معاه. ابن عمه الكبير نازل يجري علشان يشوف والده واخوه الصغير وعلشان يدافع عنهم، فقام العاطل باطلاق 4 طلقات نارية صوب المجني عليه، تسببوا في اصابته التي اودت بحياته، وتم نقل جميعهم الى مستشفى طمى المركزي لاجراء الاسعافات اللازمة، ولكن لقى الشاب صاحب 34 عام مصرعه ولفظ انفاسه الاخيرة متأثرا باصابته على يد نجل امومته. الموضوع والحادثة كانوا بالتحديد بناحية قرية ام دومة التابعة لمركز طمى شمال محافظة سوهاج. وقعة أليمة وحادثة أليمة جدا وحادثة مروعة، بتوضح لينا قد ايه بقينا في زمن اسود. بقى الخلاف والناس بتتعامل بالفعل وبالضرب النار وبالخناق مش باللسان، بقينا بنتكلم بالمشاكل والحوادث، ما بقيناش نتكلم ونتناقش زي زمان عن طريق الكلام والنقاش بين الأشخاص. وبتوضح لينا انه الدم بقى مية بسبب خلافات سابقة. عاطل يرتكب مذبحة ويرتكب جريمة في حق عمه وابن عمه. هنشكر لحضراتكم التفاصيل. لقى عامل مصرعه وأصيب شقيقه ووالده بطلقات نارية متفرقة بسبب خلافات بين المتهم وعمه والد المجني عليه بناحية قرية أم دومة دائرة مركز طمى، وتم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى طمى المركزي. تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج اخطارا من مأمون مركز شرطة طمى، يوضح ورود بلاغ بمقتل شخص وإصابة والده وشقيقه بطلقات نارية. بالانتقال والفحص تبين مصرع شخص يبلغ من العمر 34 عام أثر إصابته بطلق ناري باستخدام فرد خرطوش، وإصابة شقيقه يبلغ من العمر 25 عام، ووالده يبلغ من العمر 61 عام، وتم نقلهم إلى مستشفى طمى المركزي. بالانتقال والفحص وسؤال المصابين اتهموا عاطل، ده كنيته نجل عم المجني عليه، وابن شقيق المصاب الثاني، اتهموه بالتعدي عليهم والتسبب في
المصرع المجني عليه وإصابة المذكورين، وده بسبب مطالبة المتهم لعمه بالتصالح عن قضية صادرة ضده. القضية دي كان السبب فيها العم، كان السبب في رفع قضية على المتهم، والمتهم كان دايما بيطالب بالتنازل عن القضية دي، ولكن العم كان دائم الرفض. علشان كده راح المتهم لبيت عمه في عز الليل، وفي نص الليل كانت حوالي الساعة 2 او بعد 2، وارتكب المذبحة في حق عمه وولاد عمه، وكانت نتيجة المذبحة اللي هو ارتكبها مصرع ابن عمه وإصابة عمه وابن عمه الآخر. تمكن ضباط مباحث مركز دمى من ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذلك السبب، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلي الصلب. وما زالت البوسمان في المشرحة حتى التصريح بالدف، ودي واقعة زي ما قلنا لحضراتكم واقعة أليمة جدا. الناس جرالها ايه؟ فعلا دي واقعة بتوضح لينا ان احنا بقينا في غابة، وان الناس بقت بتتعامل بالقتل وبالخناق، ما بقيناش بنتعامل بالكلام والحوار. اي خلاف بين الشخص وعمه، بين الشخص وابن عمه، ممكن يتصلح او الناس تتفاهم فيه بالاصول وبالحوار. بالحوار نقدر نوصل لحل وسط، ونقدر نوصل لنقطة الاتفاق بين الاثنين. المشكلة كان ممكن تعدي، وممكن حد كبير يتكلم او يتدخل ويلم الموضوع، ولكن العاطل المتهم معانا ما سمعش لأي طريقة للسلم، او ما حاولش يوصل لنقطة نقاش او اتفاق بينه وبين عمه، فقرر ان هو يرتكب المذبحة في حق عمه وابن عمه، وراح لهم البيت وهو مجهز السلاح معاه، سلاح الخرطوش. بداية الامر تعدى على عمه ونجل عمه الصغير بالضرب باستخدام قطعة خشبية، ثم أطلق عيرة نارية من سلاح خرطوش كان بحوزته. ده الصوت كان كافي إنه الابن الأكبر ينزل على صوتهم وحاول يشوف في إيه ويتدخل علشان يدافع عن والده وأخوه الصغير. كانت النتيجة إنه المتهم أطلق عليه 4 عيرة نارية من سلاح خرطوش كان بحوزته. الأربع طلقات دي كانت كافية إنها تنهي حياة المصاب. الشخص معانا عامل يبلغ من العمر 34 عام، أصيب إصابات بالغة تسببت في مصرعه. الناس بقت غريبة، دي حقيقة، الناس بقت غريبة بشكل كبير. بقينا في غابة، صعب التعامل مع الناس. خلاف بسيط واي مشادة ممكن في لحظة تتحول لكارثة وجريمة. الخلافات بين الاهل خاصة في الصعيد بقت بشكل كبير وبشكل لا يطاق. كل يوم بنشوف جريمة مختلفة، كل يوم بنشوف حادثة مختلفة وضحايا ابرياء. المثال بتاع جريمة النهاردة كانت في قرية أم دومة التابعة لمركز دومة شمال محافظة شهاد. خلاف بين شخص وعمه. عم المتهم بسبب الخلافات المتكررة بينهم حرر ضده محضر، والمحضر اتحول لقضية. المتهم كان بيطالب عمه بشكل مستمر ان هو يتنازل عن القضية ويتصالح. عمه لأسباب ما
كان رافض التصالح في القضية دي. فكان النتيجة انه المتهم قرر انه يرتكب مذبحة في حق عمه وولاد عمه، وراح لهم بيتهم في عز الليل، وقام بالتعدي على عمه ونجل عمه الأصغر بالضرب. تدخل الابن الأكبر علشان يدافع عن والده، وكانت النتيجة انه المتهم اطلق عليه أعيرة نارية تسببت في إصابته التي أودت بحياته. وتم نقل جميعهم إلى مستشفى طمى المركزي المصابين لتلقي العلاج اللازم، والجثمان تم إيداعه داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم بالوقعة، واخترت النيابة العامة لتولي التحريات والتحقيقات، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقعة لذلك السبب، وهو مطالبة عمه بالتصالح والتنازل عن قضية صادرة ضده. وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم في الوقعة عبارة عن فرد خرطوش. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في لايفات أخرى من داخل محافظة سوهاج.